انا برضو زي ما حضرتك اتعودت مع حضرتك، انا بجمع احفادك وبنتكلم عن امورنا، بنتشاور فيها وبنحاول بقدر الامكان نفهم. فجمعت احفادك يا رسول الله، واول ما بجمعهم وهم عارفين ان انا بعرض الكلام على حضرتك بيطير قلوبهم من ده. فعملوا ايه؟ فاول واحد راح جاي قال طبعا ما انا لازم امن نفسي، لازم اشتري كتير واكل كتير، وانا اعمل ايه في ظل الحظر اللي انا فيه ده وفي ظل الازمه اللي انا فيها دي؟ ده شعور طبيعي داخلي بحاول فيه ان انا احس بامتلاء في فراغ واسع قوي في حياتي. انت فاكر ان انا هبقى مبسوط وانا حاسس بالفراغ اللي في حياتي ده؟ لازم املأ الفراغ ده باي فعل، باي عمل في حياتي. فانت ما تلومنيش على ده، انا بعمل شيء يخليني ادفع الحزن وادفع الكآبة عن نفسي. انا كمان الاستهلاك ده اعمل ايه؟ ما انا لازم اجيب لاولادي مواد غذائيه كتير عشان يحسوا بالامان. ولا انت عايزني في لحظه من اللحظات اذا امتد الحظر او امتد الحجر عندنا، الحجر الصحي ده، انا افضل انا واولادي مهددين خايفين مرعوبين ومش عارفين هنعمل ايه؟ لا، انا مش هسمح ان ده يحصل. سموا بقى ده استهلاك، سموه اي حاجه تاني، بس انا هعمل كده. هشتري مواد غذائيه كتير وهملى المولات. امال انت فاكرني ان انا اخلي اولادي اللي انا بتعب واشقى علشانهم يحسوا بالخوف، يحسوا بالتهديد، يحسوا ان هم اقل من غيرهم، ويحسوا ان هم مش قادرين يعيشوا حياه مستقره؟ لا، انا اسف، مش هقدر اعمل كده. فرد عليه احد احفادك لحضره النبي فقال له ومين قال لك ان اللي انت بتعمله ده هيكون سبب امانك؟ ده اللي انت بتعمله ده هيخليك تلهث ويخليك تزداد احساسا بالاحتياج، وهتخليك اكثر احساسا بانك انت مضطرب ومش متزن. فجه الشخص الثالث قال لهم طب يا جماعه احنا عندنا مشكله حقيقيه. ايه المشكله الحقيقيه؟ ده الشخص العملي اللي بيفكر بشكل عملي. ايه مشكلة حقيقية؟ ان احنا فعلا احنا عايزين نعرف هنتعامل ازاي في احتياجاتنا في فترة الحظر وفترة البقاء في البيوت عشان ما نقدرش نكون مستهلكين. خلينا بس نبقى عندنا نهم وشره للاستهلاك. خلونا ببساطة خالص نتكلم عن وضعنا وازاي هنقدر نأمن لأولادنا احتياجاتهم في الفترة دي. ده الكلام اللي قالوه أولادك يا حضرة النبي، ده الكلام اللي قالوه أحفادك يا حضرة النبي. وهو كلام في الحقيقة كلام جزء كبير منه متعلق بالواقع، هو ده اللي بيحسه الناس. احنا مش هنزايد عن الناس، بس أصل هذا الكلام إن الناس عندهم شوية أفكار لازم تتصلح، لازم في مفاهيم نصلحها. المفهوم الأولاني، مين قال إن الاستهلاك هو اللي بيحسسنا بالأمان؟ مين قال إن الامتلاك هو اللي بيحسسنا بالأمان؟ والدليل على ذلك إن نفس المخاوف عند الناس الأغنياء هي نفس المخاوف للناس عند الفقراء. الامتلاك مش هو اللي بيحسسك بالأمان، ولكن في معنى تاني هو اللي بيحسسك بالأمان. في ثلاث معاني هما اللي بيحسسوك بالأمان: حب الحياة والرضا وكمان العمل، اللي فيه عمل حقيقي أنت فيه بتحس إن ضميرك مرتاح. التلات حاجات دول مع بعض بتحس معاهم الأمان. الحاجة الأولانية حب الحياة، الحاجة التانية إن أنت تكون راضي، الحاجة التالتة إن أنت تكون بتعمل عمل يرضى بيه ضميرك. التلات حاجات دول هما اللي بيخليوك تحس بالأمان. أي حاجة تانية مش هتحسسك بالأمان، ما تحاولش. ففي ناس كتيرة بتحاول تحس بالأمان عن طريق الامتلاك عشان يسدوا الفراغ اللي عندهم اللي جاي لهم وقادم عليهم وشبحوا بيهجم عليهم من المخاوف اللي عندهم في قلوبهم.
نعمل ايه بقى؟ اول حاجه عشان نتعامل مع فكره الاستهلاك ده، انا مش هستنى لغايه ما نقول ان احنا لازم نغير ثقافه الناس ووعي الناس، انا مش هستنى لده، لكن مباشره هتكلم يا حضره النبي عن الحل اللي انا شفته. انا شفت سر غريب قوي قوي من اسرار الامان. ايه هو؟ ان الشخص بيحس بالامان كل ما امن غيره. فانا هقول لك حاجه، الفلوس اللي انت كنت عايز تشتري بيها زياده عن حاجتك، خلي فيها نصيب في مساعده الناس. هتلاقي في حاجه غريبه جدا، هتلاقي انت نفسك والله هتلاقي انت نفسك من جوه حسيت ان استهلاكك قل، وفي نفس الوقت حسيت ان انت بقى في قيمه اضافيه في حياتك. جرب الكلام ده، الكلام ده مهم جدا 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 في حياتك.